عافيك. اليوم انت كمرشح سابق في مجلس الامه، اليوم تشوف الضغطات كبيره على المجلس القادم كون التفاؤلات اكبر من الشارع البيتي. هل تشوف انه ممكن المجلس القادم يلبي احتياجات المواطن؟ سيلبي باذن الله تعالى متى ما كان هناك في اخلاص واراده يقابلها من الجانب التنفيذي تعاون. البلد لا يمكن ان تنمو وتتحرك، لا يمكن أن يكون هناك في وقف للفساد وتنمية مستدامة بدون تعاون السلطتين، وهذا ما سنعمل بإذن الله تعالى من أجله. سنضع أيدينا بأيدي كل مصلح وكل محب لهذه الأرض وأهلها. أهم القضايا اللي تحملها معك أستاذ؟ قضايا كثيرة، من أهمها لا شك وقف هذا الفساد، وقف العبث اللي كان يحصل في الماضي، ووضع رجالات دولة في الأماكن القيادية، اللي أنا على يقين بأن وصول الأغلب كان بغير وجه حق ونزل بالباراشوت أو نزل حسب يعني المكافأة أو الهليكوبتر على قولة أخوي، وبالتالي إصلاح هذا الأمر من شأنه إصلاح البلاد، ومن ثم تأتي كل الأمور الأخرى العالقة. خط التصويت بالبطاقة المدنية شو وجهة نظرك فيه؟ كنت من أشد المؤيدين لهذا الأمر، وهذا فيه وقف تزوير إرادة الأمة. السنين الماضية قرابة ثلث إرادة الأمة مزورة من قبل أناس يدعون أنهم بروا بقسمهم، ويأتي ويقول أقسم بالله العظيم أن أحترم قوانين الدولة، وهذا كذب وزور، وهذا اللي خلى الديرة مكانك راوح. أبو محمد، رأيك في الضغط السياسي اللي حصل من قبل النواب واللي أتى بعد الخطاب السامي بحل مجلس الأمة؟ لا شك أنا معه، وقاموا بدور تاريخي يشكرون عليه، وبفضل الله عز وجل ثم بهذا الموقف ووقفة القيادة السياسية ومقابلتها لهذا الأمر بالحكمة والنزول للشارع والاستماع، كان هذا القرار التاريخي من قبل القيادة السياسية. في حال رئاسة المجلس القادم إيش رأيي فيه؟ في حال وصول عمار، في حال وصول. أنا أشوف الرئاسة مسبقا أنها سعدونية بإذن الله.